مرحب بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج في النور على شاشة قناة سي تي في. بنرحب بكم في كل مكان مشاهدينا. النهاردة هنتابع آخر الأخبار سواء على الساحة السياسية الاقتصادية، كمان هنتابع الملفات الخاصة بما يحدث في الدول المختلفة، بالإضافة أن فقرتنا الرئيسية النهاردة هنتكلم فيها عن ملف المرور. يعني بطبيعة الحال ان احنا بنتابع هذا الملف، ولكن خلال اليومين اللي فاتت يعني كان في حادث أليم جدا راح ضحيته 4 شباب، وهو كان حادث حصل في منطقة الشيخ زايد، فعلشان كده اهتمينا ان احنا النهاردة نطرح هذا الملف مرة اخرى، وطبعا هنتابعه باستمرار وهنتكلم في ايه اسباب الحوادث الكتيرة اللي بتحصل في مصر. وده بالطبع هيكون يعني ملف مهم نطرحه النهاردة مع حضراتكم بالاضافة لفقرتنا الاخبارية. ولكن قبل الدخول والبدء في اي تفاصيل خلوني ارحب بزميلي العزيز مينا مكرم. مساء النور عليك يا مينا. مساء الخير يا يوسينا، ومساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي سي تي في في كل مكان. حلقة جديدة في النور من 9 مساء لـ11 بتوقيت القاهرة، مع حضراتكم على الهواء مباشرة على شاشة سي تي في وعلى صفحات البرنامج على الفيسبوك برنامج في النور، تقدروا تشوفوا وتتابعوا البث المباشر اللي بدأ حالا، وكمان على صفحة سي تي في ايجيبت على الفيسبوك، ومنتظرين مداخلاتكم وآرائكم ومقترحاتكم وإجاباتكم على سؤال حلقة اليوم اللي بيتعلق بشكل مباشر بموضوعنا الرئيسي النهاردة عن ملف المرور وعن الحوادث المرورية اللي بتتكرر من الوقت للتاني. من وجهة نظرك ايه أكتر سبب ممكن يؤدي للحوادث المرورية؟ هل مشاكل الطريق، ولا عدم الالتزام من قائدي المركبات، ولا المارة وعدم التزامهم بالقواعد المرورية؟ يمكن أسباب كتيرة، شاركونا بأرائكم ويعني مقترحاتكم اللي هنكون كمان بنسمعها على مدار الحلقة من خلال المداخلات التليفونية اللي هنستقبلها في فقرتنا الرئيسية مع وجود ضيفنا الكريم النهاردة اللي هيكون بيكلمنا أكتر عن هذا الملف. خلينا نبدأ فقرتنا الإخبارية من حدث حصل النهاردة في مدينة شرم الشيخ في مصر، وهو انطلاق وافتتاح الدورة 9 من مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. الاتفاقية دي انضمت لها مصر سنة 2003، والحقيقة بموجبها بيتم الاتفاق على التعاون بين مختلف الدول علشان يتم مكافحة الفساد. خلينا نقول أن المؤتمر ده هيستمر بداية من النهاردة لحد يوم 17، وهو بيعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم. أهداف الدورة 9 من هذا المؤتمر هو التعافي التام من جائحة فيروس كورونا، بالإضافة كمان لضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ووضع أجندة الأعمال الدولية لمكافحة الفساد خلال السنوات المقبلة. لو هنتكلم بالتفصيل عن الاتفاقية الخاصة بمكافحة الفساد، فهي يعني بدأ التنفيذ بيها من سنة 2005، وبتنضم في هذه الاتفاقية كل الدول التابعة للأمم المتحدة اللي بيوصل عددها 189 دولة. الاتفاقية دي بتلزم جميع الدول الأعضاء فيها بتجريم مجموعة واسعة من الجرائم الخاصة بالفساد. عندنا فساد كلاسيكي زي الرشوة، زي اختلاس الأموال، ولكن الاتفاقية دي بتهدف كمان ان هي تواجه الفساد في شكله الجديد، سواء بقى بان يتم متاجرة بالنفوذ او اساءة استخدام الوظائف. دي كلها اشكال جديدة للفساد في مختلف الدول. من اهم النقاط اللي بيتم يعني التأكيد عليها في هذه الاتفاقية ان كل الدول تكون متوافقة ومتعاونة من اجل مكافحة الفساد على مستوى المساعدة القانونية المتبادلة، وكمان التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية، ان يكون في تعاون ما بين الدول علشان يتم ايقاف الفساد بمختلف اشكاله. خلال اليومين اللي فاتوا كان في انتشار لفيديو او لمقطع صوتي مسرب، كما قيل يعني انه تسريب صوتي لبعض العاملين في احد الاجهزة السيادية في الدولة المصرية، والفيديو ده انتشر بشكل كبير خاصة بعد ما تبناه أحد الإخوان الهاربين التابعين طبعا لجماعة وتنظيم الإخوان الإرهابي، وللي منصة على اليوتيوب بيقدم من خلالها برنامج. أنا الحقيقة مش حابب أن أنا أذكر اسمه ولا اسم منصته علشان ما كنتش بعمل دعاية ليه، لكن هو واحد من الإخوان الهاربين اللي بيستغلوا وجودهم خارج مصر وبيحاول أن هو يروج لإشاعات وأخبار كاذبة. هذا الشخص
عرض تسريب، زي ما قال يعني ان هو تسريب صوتي لحد من مستشاري رئاسة الجمهورية، وبيتكلم مع حد تاني علشان بيتفقوا ازاي ان هم يعملوا صفقة من أجل الربح ومن أجل أن هم يكسبوا مزيد من المال. ويمكن اللي سمع التسريب الصوتي ده أو السمية يعني بالتسريب، لأنه فيما بعد تم الكشف أنه فبركة، اللي سمع يعرف كويس قوي أنه في نقاط غريبة يتوقف عندها أي شخص. أنا سمعته الحقيقة حسيت أن في حاجة مش مظبوطة وفي حاجة خطأ. المهم قبل ما نعرض لحضراتكم تصريحات المتهمين في هذه القضية اللي تم كشفها من قبل وزارة الداخلية النهاردة، الشخص الإخواني عرض هذا الفيديو اللي سماه بأنه تسريب لأحد العاملين في رئاسة الجمهورية، وطبعا قعد بقى يعني يقول ويزيد ويعيد وشوفوا اللي بيحصل في البلد، وكل المنابر الإعلامية التابعة للإخوان قعدت تغني على نفس مسوى. وزارة الداخلية النهاردة وتحديدا قطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة اللي استغلها هذا الشخص الإخواني وعرضها في منصته الإعلامية، واللي انتشرت على أنها تسريب صوتي وشاهد قبل الحذف واسمع الفضايح والجو اللي احنا احيانا متعودين عليه ده. ومع التحقيقات وكشف ملابسات هذا الامر تم استيضاح الامور بانه اللي بيتكلم اللي بيدعي ان هو شخص او مستشار بيعمل في رئاسة الجمهورية بيدعى حنفي عبد الرازق السيد، 61 سنة، هو عاطل بيقيم بمحافظة القاهرة، مسجل خطر، وكان متهم في جرائم نصب، وسبق اتهامه والحكم عليه في 22 قضية سابقة سواء نصب أو قتل خطأ أو تنقيب عن آثار. بيتكلم مع واحدة تانية اسمها ميرفت محمد علي أحمد البدوي، 52 سنة، حاصلة على ليسانس حقوق وموجودة في محافظة اسكندرية. طيب التسريب ده ازاي وصل للإخواني الهارب في لندن؟ عن طريق واحد من السماسرة اللي موجودين في محافظة اسكندرية. الرجل اللي كان بيتكلم على انه مستشار في رئاسة الجمهورية اتكلم مع السمسار ده وحاول يقنعه ان هو بالبلدي كده واصل ويقدر يساعده في انه يتمم صفقات تدير عليه الكثير من الاموال. وبعدين حصل خلاف ما بينهم، فقام السمسار ده واخد هذا التسريب او هذه المكالمة اللي بعتها له الراجل المتهم علشان يوهمه بانه شخص واصل يعني في الدولة، وراح مبتزه بانه يبعته للاخواني الهارب في لندن على انه سبق. واتفق مع هذا الاخواني انه هيجيب له فيديوهات تانية وتسريبات تانية، المهم يبقى في مقابل مادي. السمسار ده عايز يكسب بأي شكل أو يعني بأي طريقة، وده اللي ما عملهوش هذا الإخواني الهارب في لندن. وافتضح الأمر من خلال التحريات والفحص اللي تم من قبل جهاز الأمن الوطني. خلونا نسمع مع حضراتكم اعترافات المتهم اللي يعني ادعى ان هو حد بيعمل في رئاسة الجمهورية وانه بيسمع، وبالاضافة كمان للمتهمين الاخرين بيعترفوا صراحة باللي عملوه في هذه الفبركة. نشوف مع حضراتكم ونرجع تاني. انا حنفي عبد الرازق السيد محمد، مقيم في القطامية، عندي 61 سنة، من صغري كنت بمارس النصب والتنقيب عن الاثار من حوالي 5 سنين. عملت اسم اللواء فاروق القاضي، اتحدت في صفة اللواء فاروق القاضي، شغال مستشار في رئاسة الجمهورية. وبعد فترة طبعا بدأت أقل من الحاجات دي، أخد الناس اللي عندهم أراضي وعندهم مشاكل ونزاعات على الأرض أخلصها لهم. بعد كده رحت بدأت أقوي علاقتي أكتر بالناس وأعمل شركات أوهمهم إن أنا عندي رئيس في الحكومة وتخلصت والكلام ده، وبناء عنها بقيت أخد عمولتي برضه. بعد كده بقيت اخد التسجيلات اصلا اللي موجوده عندي على التليفون، بقيت ابعتها لكل الناس عشان اقوي علاقتي بهم ان انا ماسك نفسي. من حوالي 3 شهور عرفت واحده اسمها ميرفت محمد علي، مستشاره في رئاسه الجمهوريه. قعدنا اتكلمنا مع بعض، سجلت لها شويه مكالمات حلوين، ورحت واخد منهم مكالمه
وبعتها لكل الناس اللي عندنا اللي هي من حقنا. فوجئت لقيت عبد الله الشريف الاخواني نازل على تويتر صوت ليا وصوت لمرفق محمد علي. انا اسمي وائل عبد الرحمن سليمان، عندي 42 سنه ومقيم في اسكندريه وشغال في مجال السمسره. اتعرفت على واحد من فتره حوالي 4 شهور ادعى ان هو لواء وقال لي ان اسمه فاروق القاضي، وقال لي ان هو من خلال علاقاته يخلص لي اي قصه في اي موضوع في جهه حكوميه من خلال شغله في رئاسه الجمهوريه، وبعت لي مكالمات هاتفيه، ولقيت من المكالمات دي ان الناس اللي بتتعامل معاه بتكلمه على اساس ان هو يعني بيفخموا فيه وبيحترموه قوي. وفي الفترة الأخيرة حصلت لي مشاكل مادية وفكرت إن استغل التسريبات اللي انتشرت على النت المكالمات اللي كان بيبعتها لي اللي هو فاروق، وجبت رقم تليفون الإخواني عبد الله الشريف من على اليوتيوب وتواصلت معاه وبعت لهم مكالمات الهاتفية دي وبلغته إن أنا ممكن أبعت له مكالمات تانية بس دي على خلاف الحقيقة، يعني ما عنديش مكالمات ولا الكلام ده. وهو قال لي وعدني إن هو هيبعت لي 10,000 جنيه على ويسترن يونيون ونصب عليا. انا اسمي ميرفت محمد علي احمد، مواليد 13/9/69. السنه دي اشتغلت في مجال المقاولات عشان ازود دخلي في مجال المقاولات بالنسبه للعملات اللي كانت هتجيلي من شغل المقاولات. وتعرفت في شهر 9 اللي فات على شخص بيشتغل في نفس المجال ادعى ان اسمه اللي هو فاروق القاضي وان هو له علاقات مع مسؤولين كبار في الدولة وان هو بيقدر يجيب شغل كتير في مجال المقاولات وان هو له مصالح يقدر يعمل مصالح قوية في شغل المقاولات. وانا قلت له ان انا شغالة برضو في رئاسة الجمهورية وان احنا بعلاقاتنا دي نقدر نعمل مكاسب كويسة في شغل المقاولات. يعني الشيء اللي نتوقف عنده من هذه القضية طبعا التحقيقات هتتم وكل شيء يعني هيتم البت فيه وكل متهم هياخد جزاؤه. الشيء اللي المفروض نتوقف عنده احنا كمواطنين ان احنا مش اي حاجة نسمعها نصدقها ونصدق العنوان اللي مكتوب عليها شاهد قبل الحذف مش عارف الفضيحة المدوية مش عارف ايه، يعني نتحرى الدقة. وعلى فكرة أي حد هيسمع هذا اللي سمي يعني بتسريب وبعد كده عرفنا أنه فبركة هيعرف أن في حاجة مش مظبوطة، هيعرف أن اللي بيكتب عن التسريب ده هو بيألف قصة من دماغه وبيحاول أنك تصدقها من خلال سماعك لهذا التسريب. فالشيء اللي إحنا محتاجين نتوقف عنده في ضوء ما نعيشه من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشكل واستخدامها واستغلالها من قبل مغرضين، لابد ان احنا نتحرى الدقة ونتقصى الحقيقة اولا قبل ما نحكم على شيء او اخر. وبالتأكيد بنوجه تحية لأجهزة وزارة الداخلية اللي قدرت انها تتوقف عند ملابسات هذا الحادث. كمان يمينة ده بيأكد لنا ان جماعة الاخوان بتحاول بكل الطرق ان هي تفضل موجودة بأي شكل كان، يعني تدفع فلوس توصل تسريبات مش حقيقية وتقول ان هي حقيقية بأي شكل، هي بتحاول تكون موجودة في الداخل المصري وتحاول ان هي تعمل اي مشاكل تعمل اي تفرقة ما بين الشعب وما بين الدولة وان يكون في توتر في العلاقات علشان هي تكون مستفيدة. لكن احنا زي ما احنا شايفين اهو الدولة بالدلائل اثبتت ان كل الكلام ده مفبرك وغير صحيح. فطبعا زي ما مينا قال لا يتم تصديق ايا كان الحاجة اللي بتسمعها او بتشوفها غير لما تتأكد من المصادر الصحيحة، وخاصة على السوشيال ميديا لان هي بقت مساحة يعني كبيرة واسعة علشان يتم انتشار شائعات ومواد مفبركة بشكل كبير. خلينا نرجع لبقية اخبارنا ونروح نتابع ملف التعليم. أولادنا في ثالثة إعدادي بالتحديد من امبارح بدأ التسجيل علشان يسجلوا استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية. خلينا نقول إن السيستم ببساطة وقع، الطالب ما بقاش عارف يدخل يسجل بياناته. طب إيه المشكلة؟ المشكلة إن في كمان ميعاد محدد علشان كل الطلبة يسجلوا بياناتهم ويسجلوا على الموقع. الميعاد ده المفروض من 12 ديسمبر لحد يوم الاثنين 20 ديسمبر. لحد دلوقتي السيستم واقع، الطلبة بيواجهوا مشكلة علشان يسجلوا استمارات الدخول على الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية 2021-2022. طيب وزارة التربية والتعليم قالت إيه؟ أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن المنصة تعطلت وده بسبب عطل فني بسيط
ده على حد وصف وزارة التربية والتعليم، وقالوا ان هيتم اصلاح والانتهاء من العمل على هذا العطل الفني في خلال الساعات المقبلة. ولكن حتى الان الموقع والسيستم واقع ومعطل، والطلبة مش قادرين يوصلوا ان هم يسجلوا الاستمارات. كمان الوزارة كان ليها يعني بعض يعني الإرشادات سواء للطلبة أو للمدرسة، قالت إن الطالب لازم يراجع البيانات الخاصة بيه على الموقع علشان في بعض الأوقات اختلاف البيانات أو إن هي ما تكونش محدثة، ده بيؤدي لوجود يعني تعطيل في عملية التسجيل. فبالتالي ده كانت توجيه وزارة التربية والتعليم للطلبة. طلبت كمان وزارة التربية والتعليم المدارس بأن هي تقوم بنشر أسماء وأكواد الطلبة على صفحة المدرسة علشان الطالب من خلال اسمه والكود الخاص به يقدر أن هو يسجل على الاستمارة الخاصة بالامتحانات، ولكن يرجع السيستم والطالب يقدر أن هو يسجل. يعني مشاكل كتيرة في منظومة التعليم، نتمنى أن يتم معالجة هذا العطل ويتم مراعاة أن في وقت ضاع، فبالتالي الطالب يكون عنده مزيد من الوقت علشان يسجل الاستمارة الخاصة بيمينه. صحيح. واستكمالا لكمان ملف التعليم، واحنا حريصين يوميا نقدم لحضراتكم كل المستجدات والمعلومات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، خاصة فيما يخص امتحانات الفصل الدراسي الأول. كنا بنتكلم مع حضراتكم الأيام اللي فاتت انه الوزارة اعلنت عن انه هيتم الامتحانات في موعدها المحدد 15 يناير ان شاء الله، تبدأ في منتصف شهر يناير المقبل. لكن في الأهالي يتساءلوا عن طيب احنا هندرس لغاية امتى وهنمتحن لغاية فين؟ النهاردة الوزارة اعلنت ده بشكل واضح انه الدراسة هتستمر حتى شهر يناير صحيح، لكن الامتحانات هتتم عن ما تم دراسته لغاية اخر ديسمبر. وبالتالي الطالب او التلميذ هيبقى مطلوب منه في فترة الدراسة ان هو هيلتزم بالمقرر الدراسي لغاية نهاية ديسمبر، هو ده اللي هيمتحن فيه. طيب المنهج بتاع يناير ده للاطلاع فقط. حسب اعلان وزارة التربية والتعليم النهاردة انه الاسئلة هتكون من المناهج الدراسية من بداية الترم الاول لغاية نهاية ديسمبر. من ناحية تانية كمان اكدت انه منهج يناير هيتم كمان دراسته بالكامل، مش هيتم حذف اجزاء منه زي ما بعض الاشاعات قالت، هيتم دراسته بالكامل لكن للاطلاع وليس للامتحان، وهيتم استكمال المنهج بشكل كامل طوال الفصل الدراسي. ده فيما يخص بداية امتحانات من الصف الرابع الابتدائي حتى تانية ثانوي في الفصل الدراسي الأول. بنتمنى كل التوفيق للطلبة والتلاميذ واتخاذ كل يعني الاحتياطات الخاصة بمراجعة كل المعلومات الدقيقة من الوزارة علشان ما نكونش فيه لبسة أو مغالطات احنا بنقع فيها. وزارة الهجرة في الفترة الأخيرة أطلقت مبادرة اتكلم عربي. المبادرة دي بتهدف أن هي تقوي وتعزز من الهوية المصرية العربية لدى المصريين وخاصة الأطفال المقيمين في الخارج. ففي إطار المبادرة دي وبالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية اللي بيوافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وقعت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع مذكرة التفاهم لدعم مبادرة اتكلم عربي. من المقرر ان في اطار الاتفاقية دي يتم توفير منصة عليها حوالي 280 كتاب الكتروني باللغة العربية. الكتب دي هتكون شاملة مراحل تعليمية مختلفة بمختلف الاعمار، بداية من الحروف الف ب وصولا للجمل وللموضوعات الاجتماعية والثقافية. كمان المنصة هتكون بتقدم اختبارات علشان تقيس فهم الطالب واستيعابه للغة العربية، مش مجرد ان هو بيقرأ فقط الموضوعات او الحروف، لكن كمان تتأكد ان هو استوعب وان اللغة بقت متأسسة عنده بشكل سليم. كمان المنصة هيكون عليها حوالي 182 مقطع فيديو تعليمي، يعني هيكون عليها مختلف الوسائل سواء كتب او مقاطع فيديو او كمان العاب علشان تساعد الطلبة والاطفال المصريين المقيمين في الخارج ان هم يرتبطوا بهويتهم وان هم يتكلموا عربي. من وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج لوزارة التضامن اللي اعلنت النهاردة عن بدء صرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة ل 3.8 مليون اسرة يوم الاربع المقبل. في ناس كتيرة بتبقى معتمدة على الصرف النقدي الخاص بتكافل وكرامة. وتكافل وكرامة للي ما يعرفش هي
مبادرة بتستهدف المعوزين والمحتاجين ذوي الهمم، بعض الأسر اللي فيها مرأة معيلة مثلا، المسنين، يعني بعض الفئات الاجتماعية اللي بيتم تخصيص مبالغ نقدية مخصصة ليهم تحت عنوان تكافل وكرم. الوزارة أعلنت أن يوم الأربع اللي جاي بعد بكرة إن شاء الله هيتم البدء في صرف المقررات الخاصة لشهر ديسمبر، لأن كان في البعض بيتساءل عن إمتى المواعيد الخاصة بصرف النقد أو الدعم النقدي لتكافل وكرامة. والحقيقة المبادرة دي منقسمة لجزئين، جزء خاص بكرامة وده محدد لي 1,335,762 مستحق. أما الدعم النقدي الخاص بتكافل هيكون ل 2,087,762 مواطن مستحق، يعني الإجمالي زي ما قلنا أكتر من 3 مليون أسرة. يوم الأربع المقبل هيتم البدء، يوم الأربع والخميس تحديدا لكرامة، وأما تكافل هيكون يوم الحد والاثنين اللي بعدهم إن شاء الله، ده اللي أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي. خلينا نروح لآخر تصريحات وزارة النقل الخاصة بالطريق الدائري. كلنا طبعا مهتمين بالإصلاحات اللي بتحصل في الطريق الدائري، لأن هو ببساطة يعني طريق مهم جدا ومحور أساسي بيربط ما بين ثلاث محافظات، يوميا بيعدي عليه حوالي 26 مليون مواطن مصري، فهو يعني طريق أساسي جدا في حياة يعني عدد كبير من المصريين. خلينا نقول إن الوزارة أعلنت انتهاء الزحام على الطريق الدائري في نهاية شهر يناير اللي جاي. طبعا تصريح مهم جدا من وزارة النقل، وبيمثل يعني بارقة أمل لعدد كبير من المواطنين اللي بيعانوا من الزحمة على طريق الدائري. قالت كمان أن المشروع مش بيشمل فقط فكرة توسعة الطرق، لكن كمان بيشمل عمليات التجديد وأن هي ترفع كفاءة الطريق. علشان يتم توسعة الطريق وعلشان يتم الاهتمام به ورفع كفاءته، تم إزالة حوالي 2000 مبنى، ده وفقا لتصريحات وزارة النقل. بالتالي ده بيدل على يعني حجم الشغل اللي حاصل في الطريق الدائري وقد ايه هو مشروع ضخم علشان يتم إزالة 2000 مبنى للعمل على هذا الطريق. بالإضافة كمان أن أعلنت الوزارة أن انتهاء أعمال التوسعة ما بين محور الفريق العصار وطريق اسكندرية الزراعي هيكون بعد 20 يوم من النهاردة من وقت تصريح وزارة النقل. وبالنسبة للسلالم اللي احنا بنشوفها على الطريق الدائري اللي هي طبعا غير أدمية، أن هي طبعا بتكون يعني عامل خطر كبير جدا لأي حد بيستخدمها، أعلنت الوزارة أن هي يعني عارفة بالموضوع ده وأن هي حطاه في الاعتبار. وقالت كمان أن بالتزامن مع وجود نظام الأوتوبيس الترددي السريع اللي كمان كانت أعلنت الوزارة عن انطلاقه خلال يعني هذا الشهر والشهر القادم، أعلنت أنه مع وجود الأوتوبيسات الخاصة بالأوتوبيس الترددي السريع هيكون في تصميم لكباري مشاة، وكمان هيكون في أنفاق طبعا لتصميم وفقا لتصميم الطريق الجديد. يعني الطريق الدائري كلنا بنتمنى انه يتم الانتهاء منه في اقرب وقت، ومحدش يقدر ينكر كم الانجاز اللي على الطريق الدائري، اولا من حيث التوسيع فعلا زي ما بيان الوزارة بيقول، وثانيا من حيث رفع الكفاءة. النهاردة الطريق الحارة الواحدة تقريبا بتتعدى 8 حارات، فده إنجاز كبير قوي. وتم تعويض الأهالي اللي تم إزالة منازلهم من على جانبي الطريق علشان نوسع الطريق. بس أنا الحقيقة عايز أتوقف عند نقطة مهمة أنا شخصيا بحتك بيها يوميا في الطريق الدائري، عند مفارق الطرق اللي بتتقاطع أو اللي بيتقاطع فيها الطريق الدائري مع مثلا الطريق الزراعي، بيكون في زحام شديد بيمتد تقريبا لمدة نص ساعة، والجزء ده ما تمش توسعته. فأنا سؤالي للمسؤولين في وزارة النقل، هنعمل إيه في المفارق اللي بيتقاطع عندها طريق الدائري مع الطريق الزراعي، واللي في كلا الاتجاهين بيكون الطريق متوقف تقريبا لأكتر من نص ساعة خاصة في أوقات الذروة، والحتة دي أو المنطقة دي ما تمش التوسعة فيها، هل هيكون ليها مخرج؟ هل هيكون ليها حل؟ ولا هيتم التعامل معها ازاي؟ لانه بمجرد ما بنعدي التقاطع بتاع الطريق الزراعي
بنلاقي الطريق فعلا ممتاز ورائع والحارات ممتدة وواسعة، لكن في حتة كده زي عنق الزجاجة، يا ترى الحل هيكون فيها ايه؟ نتمنى ان يكون ليها يعني استراتيجية وسياسة كده من وزارة النقل ان يتم التعامل معها علشان يكون الطريق سلس ويعني السير فيه ممتد بشكل متيسر على امتداده، ما يكونش مناطق ومناطق. هي كمان نفكر مشاهدينا مينا بسؤال حلقتنا المرتبط بالكلام اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، ايه اسباب الحوادث في مصر؟ جاوبونا على السؤال ده من خلال البث المباشر على صفحة البرنامج في النور بالعربي على فيسبوك، او كمان من خلال صفحة قناة سي تي في سي تي في ايجيبت على فيسبوك. جاوبونا على السؤال الخاص بالحلقة، ايه اسباب الحوادث في مصر؟ لسه بنكمل مع حضراتكم فقراتنا واخبارنا، والنهارده يمكن من الوقت للتاني بيكون في بعض التقارير الخاصه ببعض المؤسسات الكبرى على مستوى العالم لقياس مؤشر الاقتصاد في بعض الدول. على سبيل المثال مؤسسه بلومبرج، وهي واحده من اكبر المؤسسات الاقتصاديه في العالم، توقعت ان مصر هتقدر انها تحقق معدلات نمو كبيره العام المقبل في منطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل هيتعدى 5% تحديدا 5.2%. كمان توقعت انه هيكون في قفزة اقوى بمعدل النمو الاقتصادي لمصر لعام 22. مش بس بلومبرج، لكن كمان وكالة فيتش توقعت انه هيكون مصر بتحقق انجاز كبير في النمو الاقتصادي لتصبح هي ثاني اعلى معدل نمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في السنة المقبلة عام 22. التوقعات دي بتشير الى انه الاصلاحات الاقتصادية اللي تمت في مصر، واللي حسب وصف البعض وتقدير بعض المحللين الاقتصاديين انها كان شر لابد منه، شر لان كان ليها طبعا اثار كبيرة قوي على المواطن، لكن قدرنا ان احنا نتحملها سويا للمرور يعني من مرحلة صعبة، لكن كل ده في الاخر بينعكس لارتفاع معدلات نمو وكانت نظرتنا لقدام، وده طبعا بيرجع وبيعود للقيادة السياسية ورؤيتها وتخطيطها المستقبلي. خلينا ننتقل للأخبار الدولية. من فترة كانت أعلنت وكالة فانا الإذاعية الحكومية الإثيوبية واتهمت السودان بأن هي بتعمل على دعم جبهة تحرير تيجراي، وقالت كمان أن السودان بتعمل على إيواء وتدريب عناصر الجبهة جبهة التجري، اللي طبعا احنا عارفين ان هي في حرب مع القوات الحكومية ومع الحكومة الاثيوبية. فهنا اتهمت اثيوبيا السودان بان هي بتدعم هذه الجبهة، ولكن النهاردة ردت وزارة الخارجية السودانية وقالت ان هي بتعرب عن بالغ استيائها وعن بالغ غضبها من هذا التصريح الخاص بالوكالة الاثيوبية. قالت كمان الوزارة ان السودان ملتزم التزام كامل بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأكدت أن كل ما أوردته وكالة فانا الإثيوبية لا أساس له من الصحة. كمان طلبت السودان من إثيوبيا بأن هي تكف وأن هي يعني تتوقف عن اتهام السودان، وأن هي بتقول أن دايما السودان بتمارس ممارسات عدوانية. السودان طلبت إثيوبيا بأن هي تتوقف عن كل هذه التصريحات، وأكدت أن السودان بيسيطر بشكل كامل على كافة أراضيه وعلى الحدود الخاصة بالأراضي السودانية دون التدخل بأي شكل في الشأن الداخلي الإثيوبي. خلينا يعني نعرف تعليق عن هذا الخبر من خلال مداخلتنا مع دكتور عباس شيرا الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية. برحب بك يا دكتور. أمسى خير على حضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بك. يعني بداية عايزين نعرف تعليق حضرتك على التصريحات من يعني من هذا الخبر الخاصة بإثيوبيا من أيام ورد النهاردة من خلال السودان. الحقيقة يعني هذه التصريحات متكررة، احنا سمعناها من الحكومة الإثيوبية منذ شهور. كل ما يحدث شيء داخل إثيوبيا تعلق إثيوبيا يعني فشلها على وجود طرف آخر. أحيانا كانت تشير إلى مصر وأشارت إلى السودان عدة مرات في حربها مع التجراي، واتهمت السودان بأنهم يدربون بعض رجال التجراي داخل الأراضي السودانية، في حين أن السودان يعني لديه ما يكفيه، وأن هناك حوالي 65,000 مواطن من التجراي نزحوا
عبر الحدود إلى السودان في ظل هذه الحرب خلال العام الذي تمت فيه هذه الحروب. وبالتالي يعني هذه اتهامات إثيوبية، وشفنا أحيانا إثيوبيا كانت تشير أيضا إلى مصر بأن مصر موجودة وتشجع التجراي أو المتمردين، ودائما يعني بنسمع هذه الاتهامات من اثيوبيا خاصه ناحيه مصر، وفي اي مظاهرات تحدث في اثيوبيا هناك اتهام لطرف اخر. لما حدثت مناوشات على الحدود ما بين اثيوبيا والسودان، ايضا اثيوبيا اتهمت وجود طرف اخر، السودان بيعمل لحسابه له مصلحه في هذه التوترات الموجوده على الحدود. اذا دائما اثيوبيا لتبحث عن وجود طرف اخر لشغل الشعب الاثيوبي بان هناك يعني اطراف خارجيه لتغطيه فشل الحكومه الاثيوبيه في الوقت الحالي. اذا دكتور عباس، يعني بالتزامن مع التصريحات دي، من المتقدم الان في الداخل الاثيوبي؟ يعني هل الجبهه ام القوات الحكوميه الخاصه باثيوبيا؟ احنا شفنا ان القوات الحكوميه او الجيش الفيدرالي سيطر على بعض المدن الايام الماضيه، ولكن حدث امس واليوم ان قوات التجراي سيطرت على مدن اخرى جديده في هذه الفتره الاخيره. وبالتالي يعني الحرب مستمره، ربما كانت هدنه او فتره توقف او استراحه نقدر نقولها بالنسبه للتجراي، وهم اعلنوا كده بالفعل، قالوا ان في يعني تراجع استراتيجي، بمعنى ان هم ممكن سوف يستمروا في القتال، وبالفعل قدروا ان هم يسيطروا على مدينه جديده اليوم في حربهم. الحرب مستمره لان التجراي ليست فئه ضعيفه، التجراي هي الفئه التي كانت تحكم اثيوبيا يعني اكثر من 20 سنه. مظبوط. وهم اللي كانوا مسيطرين على مفاصل الدوله الاثيوبيه، هم اللي كانت المناصب الكبيره وقيادات الجيش الكبيره كانت من التجراي، وكان هناك تسليح اثناء فتره حكمهم لاثيوبيا لاقليم التجراي، وبالتالي اقليم التجراي ليس سهلا. وبالاضافه احنا شفنا هناك اقاليم اخرى يعني عملت اتحاد مع التجراي، وبالتالي التجراي ليس يعني فريق سهل، بل يعني شديد ولديه معدات وقوات يستطيع ان يواصل الحرب لشهور طويله قادمه. دكتور عباس، عايز اسال حضرتك على شيء، بعض المحللين بيروه انه هناك تقدم لقوات ابي احمد بدعم تركي واماراتي، تفسير حضرتك لهذا الامر، وهل يقلب الموازنه او المعادله الايام المقبله؟ هو احنا شفنا يعني بالفعل وجود يعني دعم خارجي للحكومه الاثيوبيه، لان احنا عارفين ان هناك دول كبرى لها مصالح ولها اموال واستثمارات داخل اثيوبيا، وليس من مصلحتها ان يعني تتفكك اثيوبيا او تسقط الحكومه الاثيوبيه الحاليه، معنى ذلك ان ممكن هي تفقد استثماراتها او اموالها، ويعني من هذه الدول الصين. فاذا يعني الدول، كل دوله بتعمل لصالحها في المنطقه، فالدول الكبرى كلها موجوده، الصين موجوده، امريكا موجوده، وبقيه الدول الاخرى الكبرى اللي لها استثمارات داخل اثيوبيا موجوده، وكل يعمل لصالحه وليس لصالح الشعب الاثيوبي. طبعا هنتابع التطورات خلال الفترة الجاية. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عباس شراقي، الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية. من الملف الإثيوبي نقول لحضراتكم خبر أعتقد أنه مبشر بالخير إلى حد كبير، يتعلق بفيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون. النهاردة الوكالة الأوروبية للأدوية بالتعاون مع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية أوصوا بأنه يتم الاعتماد في التلقيح ضد فيروس كورونا بما يسمى بنظام التلقيح غير المتجانس. يعني ايه؟ المعروف انه الشخص اللي بيروح يطعم ضد فيروس كورونا بيطعم من نفس النوع ايا كان النوع ده ايه، مثلا سينوفارم، سينوفاك، سبوتنيك، ايا كان هذا النوع، بياخد منه الجرعة الاولى ثم الجرعة الثانية من نفس النوع،
وإذا كان في جرعة ثالثة اللي هي الجرعة التنشيطية اللي تكلمنا عنها في وقت سابق، اللي أعلنته الوكالة الأوروبية للأدوية أنه بعد أبحاث وتجارب سريرية التلقيح الغير متجانس، بمعنى أنه يكون في نوع من اللقاح في الجرعة الأولى وفي الجرعة الثانية نوع آخر من اللقاح، الفكرة كمان مش اختلاف المسميات، يعني مش ناخد مرة سينوفارم ومرة تانية سبوتنيك مثلا، مش ده المقصود أبدا. المقصود أنه يتم الاختلاف في النوعية اللي بناء عليها بيعمل هذا اللقاح. بمعنى إيه؟ في لقاحات اسمها تسمى لقاح الناقل الفيروسي، ولقاحات أخرى بتعتمد على الحامض النووي. ده المقصود بأنه غير متجانس في اختلاف النوعين. بعد تجارب سريرية اكتشفوا أنه التلقيح الغير متجانس، أن أنا أخد أو أطعم بلقاح حامض نووي ولقاح أيضا ناقل فيروسي، فعاليته بتكون أكبر من النوع الواحد، خاصة مع المتحور الجديد أوميكرون. ولذلك أوروبا بتوصي بالتلقيح غير المتجانس من خلال التوصية اللي أعلنتها الوكالة الأوروبية للأدوية بالتعاون مع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية، لأنه لقوا في مستويات جيدة من مضادات الأجسام واستجابات خلوية أعلى من التطعيم المتجانس. خبر مهم، وهنكون بنتابعه كمان مع حضراتكم ونشوف إلى أي مدى إمكانية تطبيق هذا الأمر في مصر كمان وقاية من المتحور الجديد. بالمتابعة للصحافة العالمية، خلينا نروح لصحيفة الجاردين واللي تكلمت فيها عن الانتخابات الليبية. زي ما احنا عارفين ان من المقرر ان كانت تنطلق الانتخابات، او ان هي تنطلق في يوم 24 من شهر ديسمبر الحالي، ولكن صحيفة الجارديان بتقول ان خطة الانتخابات الرئاسية الليبية على وشك الانهيار. الصحيفة ارجعت تصريحها ده لما أعلنت عنه الهيئة العليا للانتخابات في ليبيا. الهيئة العليا أكدت عدم تمكنها من إعلان المترشحين النهائيين والمعتمدين، وده بسبب استمرار الشكوك القانونية حولهم. العديد من المرشحين في الانتخابات الليبية مواقفهم القانونية غير واضحة، فبالتالي اللجنة يعني غير قادرة على إعلان حتى أسماء المرشحين للانتخابات. كمان أشارت الصحيفة أنه مع اقتراب موعد الانتخابات لا يوجد وقت تقريبا لإجراء الحملات الانتخابية، فيعني المشهد الليبي متأزم بشكل كبير، وفي يعني خطوات بتشير وبتنذر بأن الانتخابات، وده وفقا كمان لتصريح صحيفة الجارديان، هي على وشك الانهيار. خطة الانتخابات على وشك الانهيار. كمان أكدت الجارديان أن تأجيل الانتخابات في ليبيا بيمثل ضربة قاسية لأمال المجتمع الدولي في إعادة توحيد البلاد والاستقرار في ليبيا. تطورات متسارعة وتأزم شديد في المشهد الليبي، بكل تأكيد هنتابع مع حضراتكم التطورات الأخيرة خلال الأيام اللي جاية. من الأخبار نروح للمقالات اللي استوقفتنا النهاردة في متابعتنا الصحفية واللي حبينا نشترك ونشارك حضراتكم معها. الخبر أو المقال اللي هنستعرضه مع حضراتكم للكاتب الأستاذ محمد أمين في جريدة المصري اليوم تحت عنوان مكافحة الفساد ليست بالأغاني، ويمكن هذا المقال بيرتبط بشكل مباشر بأول خبر كان في حلقتنا النهاردة، الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. الأستاذ محمد أمين بيتكلم أنه مصر حاولت على مدار سنوات طويلة أنها تواجه الفساد، أوقات من خلال الخطب الدينية في المساجد، وأوقات من خلال الجامعات، ويمكن بيذكر هذه الواقعة بشكل يعني في سخرية، أنه خلوا الطلبة في الجامعة تلبس معا لمكافحة الفساد، في ضوء أن كان في ممكن في كليات أو عمداء جامعات يكونوا متهمين بفساد، فبيسخر يعني من فكرة الشعارات الرنانة اللي أوقات إحنا بنكون بننتهجها كمجتمع في ضوء أن الفساد مستشري بشكل كبير. من ناحية تانية بيتكلم الأستاذ محمد أمين على أنه مكافحة الفساد لا تتم إلا بتطبيق القانون الفعلي على أي شخص مهما كان يثبت عليه أي قضية للفساد
الفساد المالي أو الإداري أو أي شيء من هذا القبيل. وكمان بيأكد الأستاذ محمد أمين على أنه معاقبة الفاسد بفتح كل فساده وتغذية الإعلام بفتح أو بفضائح المفسدين والفاسدين إداريا وماليا وفي كل المستويات، ده واجب لابد أن الدولة تقوم به في مواجهة الفساد للتقليل منه وللوصول لأقل نسب فساد في المؤشر العالمي للفساد الخاص بدول العالم. ده اللي كتب الأستاذ محمد أمين في جريدة المصري اليوم النهاردة. نختم فقرتنا الإخبارية بمقال في جريدة الشرق الأوسط للكاتب سمير عطلة عن حجر رشيد. كلنا عارفين أن حجر رشيد هو تم اكتشافه من قبل الشقيقان الفرنسيان جون فرانسوا وجون جاك شامبليون. الاثنين دول بيؤكدوا على أن الحجر كان اكتشاف فرنسي وفضل مع فرنسا. ولكن ليه بيتكلم الكاتب بتاعنا عن حجر رشيد في الأيام دي؟ ده بيتزامن مع ظهور كتاب جديد لأدوارد دولميك بيتكلم فيه على أن حجر رشيد بعض العلماء البريطانيين هم اللي سبقوا الفرنسيين في اكتشافه، فيعني معلومة جديدة بيطرحها الكتاب. فبالتالي بيلتفت الكاتب سمير عطلة لهذا الكتاب وبيقول ان الكتاب والكاتب الخاص به استعرض حركة معركة النيل. المعركة دي قامت ما بين فرنسا بقيادة نابليون وما بين بريطانيا بقيادة نيلسون، وانتهت بفوز بريطانيا. ولكن الكتاب كمان بيقول ان بعد الهزيمة اضطر الامبراطور الفرنسي ان هو يكتفي وان هو يتجه نحو فلسطين وسوريا. كل الوقت ده كان معاه الحجر الخاص بحجر رشيد واللي كان بيطلق عليه الحجر الساحر. ولكن اللي اختلف ان بريطانيا سحبت هذا الحجر من فرنسا، لان بريطانيا كانت هي المنتصرة. ده اللي بيشير ليه الكتاب بشكل جديد بخصوص حجر رشيد. وبيقول الكاتب ان بالرغم من فوز المعركة في مصر، لكنهم شعروا بهزيمة كبرى بانهم خسروا امام الفرنسيين معركة فك الالغاز والاحاجي. فدي يعني تصريحات جديدة حول حجر رشيد. اختتم الكاتب مقاله بمقولة شهيرة للفيلسوف اليوناني بولوتونيس، بيقول فيها ان المصريين القدامى لم يهتموا كثيرا بالأحرف والكلمات والجمل، وانصرفوا بذلك إلى الابتكار والصور والإشارات. طبعا يعني هتفضل دايما الحضارة المصرية هي دايما مبهرة وساحرة، وكل يوم ليها اكتشافات جديدة سواء تاريخيا أو حتى في فك رموزها وإشاراتها. لحد النهاردة في كتب بتتعمل عن الحضارة المصرية واكتشافات الخاصة بالحضارة المصرية. مقال مهم للكاتب الصحفي سمير عطلة في جريدة الشرق الأوسط. يمكن كمان نقدر نقول انه مش مهم الحجر فين او مع مين، مين سرقه، مين بيحتفظ بيه النهاردة، المهم انه هيفضل اسمه الحجر المصري، ده الاهم، وبالتالي هيكون شهادة للتاريخ والحضارة في كل العالم. خلصت فقرتنا الاخبارية، لكن حلقتنا مكملة مع حضراتكم. بعد الفاصل هيكون معانا فقرة خاصة عن الحديث عن حوادث المرور المتكررة بعد حادث الشيخ زايد الاليم اللي راح ضحيته 4 شباب. هنتكلم اكتر مع ضيفنا الكريم عن ابرز حوادث الطرق واسبابها وازاي نقدر نتلافاها. وقبل الفاصل خلينا نشاهد مع حضراتكم تقرير عن احتفال وزارة التضامن الاجتماعي باليوم العالمي للتطوع، ونرجع لحضراتكم، خليكم معنا. احتفلت وزارة التضامن الاجتماعي يوم السبت 11 ديسمبر باليوم العالمي للتطوع بحضور السيدة إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر. وبيهدف الاحتفال لدعم الجهود التطوعية والاعتراف بمساهمات المتطوعين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي إن المتطوعين هم شركاء العمل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأكدت كمان على إن التضامن بيعتمد على الشراكة مع المتطوعين في جميع المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية القومية اللي بتقوم بيها الدولة، زي المبادرة القومية لتنمية الريف المصري حياة كريمة، وبرنامج وعي لتعزيز الوعي المجتمعي، وشبكة داعم الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي. الحقيقة يمكن جاء التطوع هذا الأسبوع أكثر من مرة،
في المرة الأولى لإعلان المسودة الأولى لاستراتيجية التطوع التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتطوع، والذي هي تعد أول استراتيجية وطنية بتدعو إلى تكوين أو حقيقة تجميع كل المتطوعي مصر تحت مظلة واحدة في منصة إلكترونية واحدة في قاعدة بيانات موحدة عن المتطوعين مصنفة بالنوع وبالعمر وبالقطاع الجغرافي اللي بيحب أن يخدم فيه المتطوع، وأيضا بالقطاع الجغرافي في قرى مصر وتوابعها وفي محافظات مصر المختلفة. بيأتي ذلك أيضا ضمن المبادرات القومية التي أطلقها السيد الرئيس حياة كريمة، وإحنا بنؤمن أن ليس هناك حياة كريمة دون تطوع. الفعالية النهاردة كانت رائعة جدا، وأحب أهني كل المتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، ودي أول مرة على المستوى القومي اللي بيتم فيها تخصيص جايزة للتطوع. المتطوعين اللي كانت ليهم إسهامات كبيرة تم تكريمهم وحصلوا على الجايزة، مش بس المتطوعين لكن كمان المنظمات، عشان كده بهنيهم وبتمنى لهم حظ سعيد وبقول لهم يستمروا في الدور العظيم اللي بيقوموا بيه. وفي الاحتفال تم تكريم أفضل المتطوعين لعام 2021. التطوع بالنسبة لي هو الحياة، يعني هو اللي بيعمل لنا أصلا كياننا وقيمتنا من كل الناس، فمن غير التطوع احنا فعلا مش هنقدر نعمل أي حاجة أو أي إنجاز في حياتنا، لأن التطوع مش حاجة بتفيدني أنا ولا السكيلز بتاعتي ولا بتفيد اللي حواليا بس، لا هي حاجة متكاملة، هي بتفيدنا كلنا مع بعض، هي زي ما بيقولوا كده باكج بنقدر نوصل بيها لكل الناس كل حاجة احنا قادرين نوصلها. حقيقي يعني التطوع فرق بحياتي بشكل شخصي بشكل كبير جدا في كل حاجة، في الجانب المهني، في الجانب العلمي، في الجانب الاجتماعي، كل حاجة كان التطوع كان سبب رئيسي فيها. يعني أنا كنت مسؤول بشكل مباشر عن حملات المتطوعين خلال الفترة اللي فاتت في صناع الحياة في أكثر من 27 محافظة. كنا بنقدم خدمات في كل النواحي اللي احنا نقدر ان احنا نقدمها. الحقيقة النهاردة احتفالية جميلة جدا جدا، مليانة أمل وتفاؤل من بداية اليوم، واحنا النهاردة بنحتفل بأنشطة المتطوعين. 18 شريك من المجتمع الأهلي انضموا مع بعض علشان يعملوا يوم عظيم في خدمة المتطوعين تقديرا لجهودهم على مدار العام. النهارده كمان وزاره التضامن الاجتماعي بالشراكه مع برنامج الامم المتحده للمتطوعين بتطلق الجائزه الوطنيه للمتطوعين في مصر، اللي هيبقى تقليد زي ما اعلنت معالي الوزيره سنوي بنكرم بيه جهود المتطوعين. وزي ما قالت وزيره التضامن الاجتماعي ان التطوع في العطاء حياه، وان المتطوع ليس بالضروره ان يكون غني المال ولكنه غني النفس، كريم الخلق، محب للخير.